السلام عليكم الإخوان. هذه طريقة جديدة باش الحرارة تهبط لنا حتى للطابق السفلي ديال الفقاسة. طريقة مضمونة، يعني بمجرد ما تشوفها تعرفها مضمونة. كتهرب 8 سنتيم، كتخلي الفراغ اللي الوسط 8 سنتيم. 8 سنتيم من الفوق حيت وسع التقوى شي شوية، داكشي علاش. المهم 8 سنتيم، وهاد البلاصه راه كتسد، هاد البلاصه هادي راه ما كتبقاش محلوله، كتسد بالكولا. ولاصون ديال الحراره وديال الرطوبه كيداروا هنا في البلاصه اللي كتطلع الهواء هنا. وهذا الخيط ديال التقليب، ومن هنايا راه كيبقى الميكانيزم، كتبقى هاد المسافه هادي ديال الميكانيزم كتبقى صاينه يعني ومفوهه. ولو تكون ما مفوهاش كاع ماشي مشكل، لان هنا فين كاين الخدمه. نشوفوا الطريقه التجريبيه باش نعرفوا كيف واش كتهبط فعلا ولا لا. نديروا هذه الميكا، هذه ما كتبغيش تدخل حيت البرد. هاي الشيء المهم، هذيك البلاصه راه كدفع البرد. والمروحه ديالنا راه ماشي ديال 27 واط، المروحه راه ديال 50 واط، كتخدم ب 50 واط. وانا راه كندير غير جوج البولات هنايا ديال 100، جوج البولات ديال 100 خدامين ليا مزيانين. هنا راه 8 سنتيم، 8 راه باقا ما مفينياش، هذاك الشيء علاش كتبان هكا، باقا ما مفينياش وباقا ما مصبوغاش. يلا يا اخوان، يلا السلام عليكم.